نبدأ بعدها. صباح الله بالخير. الله يصبحك بالنور والسرور. طيب الآن احنا معاكم سنبدأ حلقتنا، ولكن نبدأ الحلقة دائما كما عودناكم بالعناوين وعلى هاشتاج صباح العربية أندرسكور صباح أندرسكور العربية وآت صباح العربية على تويتر. نبدأ العناوين. يلا. جامعة بير زيت في رام الله تنشئ محرك بحث على الحاسوب يضم أضخم قاعدة بيانات في تاريخ اللغة العربية. حياكم الله. أطلقت دائرة علم الحاسوب في جامعة بير زيت محرك بحث معجمي يحتوي على أضخم قاعدة بيانات لغوية استغرقت حوسبتها حوالي 8 سنوات. مشروع بحثي غير ربحي وطويل الأمد لخدمة اللغة العربية وإغناء الإنترنت بمحتوى عربي نوعي. التقرير مع عبد الحفيظ جعوان. وقت الغروب. لو سألنا سيري مثلا عن وقت الغروب بالتأكيد سوف يجاوب، ولكن ماذا لو سألناه عن وقت الأصيل؟ سيدخل سيري في أزمة معلوماتية مثل معظم البرمجيات التي تفتقر لمصادر عربية محوسبة، ومن هنا جاءت فكرة معجم الأنتولوجيا العربية. طوال 8 سنوات عمل الدكتور مصطفى بجد لإنشاء أضخم قاعدة بيانات محوسبة في تاريخ اللغة العربية. جمع نحو 150 معجما عربيا في معجم واحد يحتوي معاني الكلمات ومترادفاتها. فكرة محرك البحث جاءت من انه ما في اصلا مصادر لغوية محوسبة للأسف بالمقارنة مع اللغات الأخرى، فلا يوجد الآن العرب يعتمد على جوجل للترجمة، وبالتالي في أخطاء كثيرة، وهي الأخطاء بتشيء معرفيا. الأنتولوجيا العربية أكثر من مجرد معجم، إذ يحتوي قسما خاصا لتصنيف مفاهيم الكلمات العربية وتعريفها بحدودها ولغة المنطق. تصنيف المعاني فيها بيعطي قدرة على تعريفات دقيقة للكلمات، وعادة التصنيف بيكون على صفات جوهرية للكلمات، وهذه الأنتولوجيا كمان معرفة بلغة المنطق وتم بنائها من أجل أنها تستعمل داخل الحاسوب. يتيح المعجم للباحثين والطلبة والجمهور العربي عموما إيجاد المصطلح العربي الذي يناسب متطلباتهم وبترجمات متعددة، خاصة أن قاعدة البيانات تحتوي على عدد ضخم من معاجم المصطلحات المعاصرة في شتى العلوم والمجالات الهندسية والتجارية والأدبية، إلى جانب المعاجم والمصادر اللغوية التقليدية. عبد الحفيظ جعوان، العربية، الأراضي الفلسطينية.